عليكم ورحمة الله. أيها الأخوة السادة الكرام، مقطع جديد وغير. اليوم يا جماعة الخير قررت أجيب خبراء في التيك توك، ناس لهم سنين طويلة في المجال، ينزلون مقاطع كرنجية. ما تدور علينا، لا والله ما تدور علينا. أوكي. وش كرنجية؟ وش كرنجية؟ جايبنا يقول أنتم دكاترة في البرامج فجأة كرنجية؟ والله جايبنا عشان يهزئنا قبل شكل يقول لنا كلام حلو. أمودي والسويدي أبو صندع. والله يا أحمد أحمد تقلع عن شكلك أحمد، علي الحرام يا أحمد لو عاد تقول سويلي أبو صندح. أحمد ذاك حقت سويلي أبو صندح. أنا ناصر، أنا صديقي. صديقي أنا صديقك ناصر سويلي. ما في مشكلة، هذا صديقي ناصر يا جماعة الخير، هذا صديقي أبو صندح. اليوم يا جماعة الخير راح نفتح التيك توك مع بعض. يلا بسم الله. بيوجعنا ربطنا، ربط من الناس في ديسكورد حقي زي ما هو ظهر امامكم انهم يشاركونا بمقاطع ولقطات من التيك توك، وراح نشوفها مع بعض، وراح نشوف ايش اللي صاير الموضوع والترندات ايش والحياه كيف ماشيه. ممتاز ممتاز يلا ممتاز روح. جميل واضح يلا روح يلا روح. ادخل حساباتكم شخصيا وراح اشرف على المقاطع اللي نزلتوها الاخيره وراح يتم التقييم. بسم الله. خش حسابي اشوف هنا خليني اشوف حسابي. اسوء حساب راح يعطى لقب في نهايه المقطع. يا ايه هذه جديده علينا. لا انت ما قلت انه في تقييم. مودي تتميلح بالتيك توك تصور. لا 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 انا انزل ترندات عليها الكلام فعلا، لكن شوف بعض الناس كيف يتميلح. فهمت بعض الناس؟ مين بعض الناس؟ اوكي اوكي اوكي. تذكرون اخر مقطع يا جماعه يوم قلت لكم نسبه الاشتراكات والغير اشتراكات اقل واكثر؟ أيوة. بدات النسبه تقرب، فاتمنى منك عزيزي المشاهد اذا ما انت مشترك تضغط اشتراك. في كثار يطالعون القناه ولو مشتركين. معاكم شوف اكس بونج احمد صاحب كود السكس بي يا جماعه. اشتركوا بالقناه، وهذا اذن صديقي وهذا ناصر صديقي. شكرا لكم. وعلى طاري صديقي، في صديق واحد يبغاكم انتم. ثواني، صديقكم احمد ايوه بيجيكم، بس ثواني تمام. صديقكم احمد يا جماعه برمضان تكلم عن متجر اسمه اب جاليري، متجر ينزل على جميع جوالات الاندرويد ومو بشرط هواوي، ومعروف انه دائما في عروض. بس وش المميز فيه الان؟ اقول لكم حاجه فريش جديده، اب جاليري اضافوا برنامج جديد اسمه برنامج ولاء. برنامج ولاء وش يسوي يا احمد؟ ما فهمت ايش يعني. وش الامارات، السعوديه، مصر، الكويت، البحرين، قطر، عمان، وايضا العراق. شفت الدول هذه كلها يقدرون يستفيدون من حاجه بالتطبيق هذا اسمها نقاط ولاء. نقاط ولاء هذه تعطيك ميز لك انت في الحساب حقك، يعني لو تسجل دخولك بالتطبيق او تنزل لعبه او تطبيق من نفس المتجر او حتى لو تشتري شيء راح تربح حاجه اسمها نقاط ولاء. وكل ما تجيب النقاط هذه يرتفع ليفلك كانك قاعد تلفل لكن بالتطبيق، من ليفل 1 الى ليفل 12، ليفل 12 اعلى شيء، واذا ارتفع ليفلك يزيد عندك العروض والهدايا والجوائز اللي يقدموها لك التطبيق لحسابك انت. طيب احمد كيف اشترك في برنامج ولاء هذا؟ شلون؟ بسيط، تاكد انك مسوي حساب في اب جاليري وادخل على برنامج ولاء تلقى شعارهم طالع، وكل ما لك كل ما زاد ليفلك كل ما خليت نقاط اكثر، بسيط مره. المزايا صالحه لمده 30 يوم اللي تكسبها، ومن يوم الاحد الى يوم الاثنين هذا الاسبوع حقهم، وكل احد يوزعون الجوائز، تروح تشيك انت عشان تروح عليك حقك، يوم احد ادخل شيك على الجوائز. اتمنى ما كنت طولت عليكم، في الاخير يا اخوان رابطهم تحت استفيدوا من العروض حقتهم، شاهدوا ممتع المقطع وشكرا لكم، السلام عليكم. عدنا. راح نبدا يا جماعه الخير اليوم باذن الله تعالى سلسلتنا هذه، وكل مره راح ناخذ معانا ضيوف. نشوف وش هم مسوين وكيف الترند وكيف الحياه ماشيه. بنبدا اليوم بنكتب بي اي ان كي اتش اي ال. لا لا والله ما لك داعي، مو الحين يا ابو شايع والله. اسمعني اسمعني يا رامي 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 كد، مو الحين افهمني، مو الحين ارحم امك يا ابو شايع. اي انا بديت احس بالخيانات احمد. دقيقه انت قايل لنا الناس يرسلون مقاطع ما تخش حساباتنا. يب يب يا غدر فينا. انا جايبكم اخوياي امشيكم على الصراط المستقيم، ما بيكم تدربسوا. ابو خالد مدربس بذيلك. لا بالله العلي العظيم والله. شوف هنا شوف وش فيها. وقف وقف خلني الصلاحيه كامله اللي اني ارد. ايش سوى هنا؟ الدفاع اول. اي لا معلي لا تدخل حد حبه. طيب ما هي مشكله دامك واقف. خلاص خلاص دامك واقف. اسمعني بعد كل مقطع تشغله صمت امي كيف تخليني اتكلم على المقطع. حط مودي ايام الشاهي. شوف شوف اول واحد مودي ايام الشاهي هذا اللي على اليسار. حبه حبه يا عيال حبه حبه. المقاطع اللي ابيها ما هي موجوده. حذف مقاطعك. لا 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 ل
المكان بس والله العظيم. المكان ذاك اللي ينقذ الناس عرفت. طيب اسمعني اسمعني اسمعني، لا 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 معليش، لا 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 تكلم تكلم يلا قول. المقطع هذا كان فيه ترند وقتها اسمه دق رقبه، ما اتوقع هو فيه ولا لا، بس الزبده طيب بعد ما نزلت المقطع هذا دق رقبه دق رقبه خسر. ابو جاد دق خسر يلا علينا. دقيقه انا ترند الشورت غير غير المقطع ما هي من الجي جي غيره غير ام المقطع خلاص خلاص طلع من الحساب. لحظه بتكلم. ابو شايع عنده التيك توك حاجه مره سيئه ويحسب الناس كلها سيئين لان في ناس شو السمعه، فلذلك حاطه في راسه ان كل شيء سيء. لا لا والله سيء. لا والله يا اخي برنامج حلو يا اخي. وقف وقف شوي. اوقفك اوقفك والله لو ترجع لمقاطعي كل مرة أقول التيك توك فيه أشياء حلوة فيه أشياء خايسة، لكن أنا قاعد اللي قدامك هذي إيش؟ اللي قدامك طيب إيش؟ اللي قدامك إيش أحمد؟ اعترف قول لنا الصدق اللي قدامك وش سألتك اللي قدامك إيش؟ اللي قدامك الآن الحساب اللي فاتح أنت تقول في مقاطع كويس مش شيء مقاطع خايس. لا لا صدق أبو خالد يهون والله. وين أبو خالد؟ ما سوى شيء. إيه ترنداتي؟ طيب يا سلام عليك تفهم ترندات يعني قاعد تذهب إلى الطريق المنحدرة وين لازم أوقف هنا؟ أنا في مكان هنا عبارة عن إيطاليا مصغرة اسمه ليرا 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 قريب من الداون تاون. والله حلو والله حلو. اضحك بك ضحكه صح. اضحك اضحك. طيب يلا اسمعني ناصر تكفى. خالد انت حاذف مقاطع تمام؟ انت حاذف مقاطع. متى حذفت اليوم؟ والله ما حذفت اليوم. ارجع على تقييم اليوتيوبر طلع لي مقطع مودي ويتمان الان. ابو خالد انت تسمحون نتميلح شوي طال عمركم. بدأ والله انه بدأ تسج معاه. لذلك راح نسوي سكيب ابو خالد وما راح نسوي تقييم الان راح نصبر. يلا مش انا مقطع مقطع اليوتيوب يا مقطع الناس الناس الويسر مقطع الناس ابغى اشوف ناصر ايش حذف مقطع الناس نحذف شيء هذا مقطع الناس مقطع الناس الحين اللي ارسلوها لك الناس ما حذفت شيء. لا شفت كلا بالله جسم ابغى اشوف هذه انا ابغى اشوف هذه هذه ناصر يلا شيء ايش ابغاها شيء شيء اقوال تقول وش اقوال ناصر يدري ان الواحد ما لا هل هذا صحيح اتحداك لا ما غير صحيح ابدا بتاتا البته شوف اول ما التفت على الكاميرا عرفت يعني التفت على الكاميرا خرجت ما توقعت اني يسوي لك قاعد ارقص سبحان الله بيني وبين نفسي اسمع اسمع خليني اقول لك انطم انت الان تطم انا قاعد احرق سعرات حراريه فهمت قاعد احرق سعرات حراريه كنت الرقص احرق سعرات حراريه ما دريت انه بيصورني وانا احرق ايوه تكفى تكفى يلعن ام الغبنه يلعن ام الغبنه هذا ايش هذا ايش ناصر شوف شوف يعني موهبه يلعن ام خليني اقول لك خليني اقول لك خليني اقول لك والله كرج والله اسمع اسمع ابو خالد احمد 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 هذا مقطعي هذا مقطعنا اسمع كرج والله انك كرج والله والله احمد خليني اقول لك هذا في ترند الناس يسوونه فهمت ايش يسوون يخشون يسوون زوم فهمت ذا ويتملحون بعيونهم ادخل ادخل على الصوت ادخل على الصوت حق ناظر ايش يسوونهم ناظر ايش يسوون انزل 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 روح ربعنا شوف هذا فوق يمين فوق يمين فوق يمين فوق يمين في واحد شوف واحد هذا هذا شوف اللي على اليمين ايوه هذا شوف شوف ايش يسوونهم فهمت قاعدين تملحون بعدهم كل الناس بخشمك تملح بخشمي انا يا ما 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 تملح بالنهايه الحلقه الاخيره يعني لا عين حلوه بخشمي لا عين زي الناس ولا خشم زي الناس يعني يا اخي حاب بحطه بالخشم اكيد ما في الا اثني ما في الا اثني بس في مقاطع حلوه يا ناصر ما نجحت شيء هذا في مقاطع وش 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 ابي اشوف مقطع كويس يلا ورني دور خلني ادور خلني مرة مرة هذا هذا مرة مرة لا 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 مرة جميل مرة جميل لا جميل 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 هذا عادي عادي جميل جميل عادي الشباب البوم ما يسوون أيوه. رايكم طبعا عشان تفهمون الفكرة يا جماعة الخير قل احنا بوضع سوالف الان ترى هذه كانت جلستنا العادية احنا نطقطق لكن نطقطق معاكم لكن خلونا نروح ستيب عالي شوي وش وين نروح هذا من الخطورة جاهزين جاهزين ما والله احس ماني بجاهز مرة هذا راح نستضيفه ان شاء الله في احد الحلقات معنا حلقات مقابلات من ال 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 بسم الله مكان اكس اللي صار شعر ابيض وش ذا البنت شوف البنت شوف البنت شوفها تحت انزل 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 تحت انزل انزل شوف 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 ناظر شوف شوف اشتي يعني نار مع اليوتيوب لو بيلزر ها راكان هذي متى نزلها يا عيال راكان الو يقول السكر للسكر عظيم الشنب متى نزلها الكل يا خروف يا كلب يا
لها مرتين ذي ولا يتهيألي والثمبنيل حاط ثمبنيل بعد يعني ويل يا الحمد ركان. لله الحمد لله المقطع ما جاب له مشاهدات مع انه حط كل شيء سبب مشاهداته لانه ما جاب له ركان كلمة حق شغال على نفسه بالتيك توك فهذه قديمة في اشياء حلوة كانت قاعد ينزلها الصراحة يعني مثلا زي مثلا والله بدون مجاملة والله ما اجامل يلا قول اعلان مثلا ستاربكس من هنا يبدي يومي والله كان رهيب اصحى في اشياء حلوه غسل وجهي يتصفقنا عليها على التحسن طيب بس 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 شوي عن اخويانا وخلنا ناخذ جوله سريعه بالترندات اللي قاعده تصير الان تمام يلا ليتس جو خلنا نسقع عطني المشاهد اتمنى لو انك يعني مبسوط ومستمتع تضغط زر لايك الان تكتب لنا تحت متى تبغى نستضيف الحلقات الجايه ونسوي معهم المقابلات هذه ممتاز طيب يقول لك فوريو طبعا انا ماني مسجل دخولي هذا حساب يعني عشوائي بس خلنا نتفرج الشوك شد هذا ويش والله اني حسبته كلب قسما بالله هو كلب لا 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 هو عنز نبي نناقش شيء تمام نبي نتفق على حاجه ان التيك توك من اسهل المنصات اللي الواحد يجيب فيها تفاعل على اي شيء يب ويصير مشهور عرفت بعدين يحترمون الناس فاهم يعني البنت قبل رمضان فيها 60 لايك فبنشوف الحين اشياء ممكن نصدم داخليا لكن لازم نتقبل طيب يقول لك هنا كل مصور في النار يجعل له بكل صوره صورها نفس يعذب بها في جهنم كل مصور شيئا لله عوضها الله عوض الله عوض الله خيرا منه سأل الله العظيم ان يكتب اجرها سأل الله ان يكتب اجرها عشان تعرفون تيك توك فيه اشياء كويسه ترى والله فيه اشياء بالخير والله والله من جد بالخير لا 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 عيال يا الله بس كذا وقف وقف هذا ايش يا ويلي لا لا يمكن يمزحون ترى بيجلسون لا وقف والله توقفون كلكم اقسم بالله والله يتكلم يا عيال المقطع عليه 150 الف لايك كل اللي سووه دنقوا كان هرج اليوم فات يا ابوي ناصر فاضي نبي ندنق امشي دنق لا لا دنق لحالك والله 200 الف لا 200 الف لايك ذي استعان يلا شغل كلب ها لا 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 خذ صنبوصه صنبوصه والله انه جرني والله انه جرني حتى انا احسن بيخاف بس ما ادري مره ثانيه والله احس بدي اطلع مره ثانيه اسمع الصاها لا لا صنبوصه لا خذ صنبوصه رهيب هذا يستاهل والله ما شاء الله تبارك الله مليون ما شاء الله هذا يستاهل يعني ضحكنا يا اخي بس اقول لك شيء والله انك تقدر عليه ها والله انا عارف له خش عارف له عارف له والله انا بظهرك والله بظهرك روح روح عليه نزل والله روح اي والله وينك خلينا نشوف ايه شوف كيف يضرب خش لا ترحم لا ترحم خلاص يا ساتر والله سوى قلت مستحيل يمسك والله سوى يا حليله يا شيخ والله اني احب هذا الانسان والله رهيب 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 اكثر من مره قابلته يا اخي عسل عسل هنا وقابلت صديقي الالكتروني شو تسمع سواليفهم ايه هلا بس خلاص خلصت السالفه بس ما عندك سواليف فاهم يعني ودي اصرح ودي اعترف اعتراف قول يلا انا قبل لا اطلع على اليوتيوب ايام الثانوي والمتوسط كنت حياتي كلها على السوني ايام كود ايوه فوبيا ورعب وخوف اني اقابل احد يلعب معي مستحيل اطلع مستحيل. اموت معاه اسولف اطقطق صوت بس اطلع لا ما ادري في احد مثلي ناصر مستحيل ناصر في ساعه برا يعني للاسف انا قابل
حكل حق نسينا قد قابلتهم بس شباب البومب ما عنده وقت مثل انا ورق جدران عرفت ورق جدران ما في اضاءه طب هذه 600 الف لايك ايه هذا كويس هذا جمله كويس هيضني عرب هيضني شوي وطنيه احسنت ابو خالد تمام شوف يلا عنكم من بكره في الدات هذه والله العظيم قسم بالله يا عيال قله حياه يا عيال والله قله حياه هذا اللي اقصده سبحان الله طلع لي يا لا حول ولا قوه الا بالله ايه تحت شباب البوم حاول انك يعني حاول انك يعني اوكي شوف تحت سلامات ابو خالد بيطلع ابو خالد وينه عضلات ما حد موقفك عند حد كنسل وشو من جدك انت ها تبغى تدخل دور ما تفزع له ابغى الحين بيدخلهم مع شاهي انت واحد وين هو لا لا ابغى قاعد اصلح الشاهي جهز المقلب ورا عشان كذا طلع الله لا يوفقك ترى ايش ارجع للحمار ارجع 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 عيدك ما بروك السماء جاهزين تعجبني والله تعجبني والله ما بروك ما صار فاسق يا فاسق يا فاسق يا فاسق والله يا نقز نقزة طيب يا اخوان صلوا على محمد اللهم صل عليه اللهم صل عليه اخوياي واحب ممنون عليكم ادري انكم تمنون علي وما انكم عندك عن بعض ها قول وما ايش عندك انتوا ناس شراككم يقتدى فيه ولكن حبيبي أيوه. اللي لاحظناه بعد ما صار نقاش خلف الكام نقاش حامي ان أيوه. التقييم النهائي صعب أيوه. انه يطلع في الفتره الحاليه لانه ما في شيء يعني اكيد اكيد اه أيوه. يعني حلو 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 ايه فما اقدر اقول شيء الصراحه ها ايه لا تقول شيء لا لا ما تقدر كان ينهي المقطع كذا دام لا صلوا على النبي والله السلام عليكم ما بيجي ولا عاد تستضيفنا في مره ثانيه الله يسعدك طيب يا جماعه الى هنا وصلنا لنهايه المقطع اتمنى استمتعتوا فيها طيب اذا وصلت للجزء هذا من المقطع فحب اشكرك من اعماق قلبي لانك اعطيتني من وقتك وفي كلام بخاطري ودي اقوله لكم وانا مسؤول يا جماعه وتتفهمون وضعي انا يا احمد بالكلام اللي بقوله. طيب وش السالفه يا احمد؟ بقول لكم السالفه، امس في البث تكلمت عن الموضوع، يا جماعه ركزوا معي وصلوا على محمد عليه الصلاه والسلام. انا احمد شونغ اكس بونغ عندي قاعده جماهيريه كبيره اللهم لك الحمد. جلست اول امس يا اخوان بيني وبين نفسي قبل انام وقعدت اسال نفسي سؤال والله ما اكذب عليكم. قلت احمد انت عندك قاعده كبيره مره. لو جاك سؤال ايش قدمت لهم؟ ايش سويت؟ ايش بيكون ردك؟ قعدت افكر مع نفسي وقعدت اقول انا سويت، انا ما سويت، مو بلازم اقول، لازم اقول. خلصت الموضوع اللي أبغى أقوله لكم ممكن أكثر شيء بأقدر أفيد فيه الناس اللي قاعد طالعني هو النصيحة يشهد علي رب العباد إن كلام في خاطري فائدة لكم والمصلحة لكم في النهاية أنا ما مستفيد شيء يا جماعة القاعدة الجماهيرية الكبيرة اللي عندنا يا إحنا يا الجيمرز أغلبهم جيل جديد جيل طالع هذه نصيحة قلتها لأخوي فيصل وأقولها لكم لكم بحسبة أخواني ويشهد الله علي حاليا يا حبايب القلب نسبة كبيرة من الجيل القادم عندهم جوالات وسوشيال ميديا وحسابات ويدخلون ويشوفون أشياء كثير مرة هذه الأشياء لازم تعرف عزيزي المشاهد أنه مو أي شيء تشوفه معناته أنه عادي معناته أنه طبيعي معناته أنه صح لا في أشياء ممكن تصدم أنك تشوف عليها تفاعل إقبال ضحك لايكات كثيرة تقول أنه شيء طبيعي وعادي ويصير أحيانا تشوف مشهور أنت تحبه وتحب المشهور هذا لكن يسوي حركات ممكن أنا أسويها أغلط غلط معين أقول كلمة غلط أسوي تصرف غلط مو معناته أني إذا أنا مشهور أنا معصوم كلنا نخطئ يا أخوان في النهاية إحنا بشر فالواحد يغلط مو اي شيء تقتدي فيه وتعتبر انه صح او انه حلال او ان هذا الشيء عادي اي واحد يسوي اللي اقصده من كلامي ان احيانا انا اتفرج يا جماعه في التيك توك بعطيكم قصه سريعه صارت لي كنت اتفرج بالتيك توك يا جماعه الخير قاعد اشوف الترندات اللي تطلع لي وفي اشياء في اشياء كثير ما اقدر اطلعها بالمقطع قدام الناس ما ابيش موضوع يعني الناس تستبسط لانه مو بسيط صراحه فاشوف ترندات اللي يتكلم مثلا عن حبيب وحبيبه ولا اللي يجاهر بحاجه سواها وهي غلط اللي بوصل لك مهما شفت قدامك مو معناته صح هذا سوشيال ميديا مفتوح للجميع انتقي الشيء اللي تطالعه سواء بسوشيال ميديا او خارج السوشيال ميديا الصحبه ثم الصحبه ثم الصحبه يا جماعه انتق اخوياك او انت عزيزتي المشاهده انتقي صحباتك الام والاب عليهم التاسيس تاسيسك في بدايتك لكن انت مع مرور الوقت الصحبه والبيئه اللي حولك هي اللي بتاثر على شخصيتك اعرف تخاوي مين خاوي الناس اللي اذا جاء وقت الغلط يقول لك خلاص وقف ينصحك يتمنى لك زي ما يتمنى لنفسه اذا جاء وقت الصلاه يناديك ويتمنى لك الخير مو بس بالدنيا حتى بالاخره وانا قاعد اقلب بالتيك توك يا جماعه كنت اتفرج على مقطع الناصر القصبي كان عباره عن انه
سكتش ناصر القصبي بالفكرة المسلسل انه ما كان يصلي، وجاء واحد من عياله قال انا ما بصلي ابوي ما كان يصلي. اتوقع كثار منكم طلعوا المقطع هذا، سألت الناس في البث وقالوا لي ايوه شفناه. المهم قعدت اتابع المقطع وتابعه، وفكرته حلوة انه لا الناس قاعدة تصلي وانا ما اصلي ليش، والتفاعل عليه مره كبير من لايكات ومن كومنتات. نزلت اقرا، يوم نزلت اقرا وطالع رد الناس اللي كاتب والله كان هذا المقطع مرسول لي، والله احنا مقصرين، حاجه حلوه. فزي ما نصر فيها اشياء سيئه برضو فيها اشياء حلوه. اللي بيوصل لك مره اخرى، واسف على الاطاله وممكن يكون كلامي مبعثر مو مرتب، عزيزي المشاهد انا مسؤول عن الناس اللي تطالعني وعن المحتوى اللي اقدمه لكم، فممكن تصير مني زله احيانا، ممكن اغلط باشياء، لا تقتدي في اي شيء تشوفه. ويا ليت والله العظيم اني لو فتكم بشيء بسيط مره على الأقل ممكن يشفع ليوم القيامة. هذا اللي أبي أوصل لكم يا أخوان، والله الله يا جماعة بصلاتكم أوصيكم فيها، مهما زحفت في الدنيا صلاتك تبقى، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر فيما في معنى الحديث، وبرك بوالدينك أمك وأبوك. الله يسعدكم، وأسف على الإطالة يا جماعة الخير، انبسطوا ومو أي شيء تشوفونه قدامكم تسوونه. هذا اللي أبي أوصل لكم، وأتمنى أني ما أطلت عليكم، وأسف إذا أطلت عليكم. صلوا على محمد في الختام، ونراكم في مقطع آخر. أتمنى وصلت لكم فكرتي ورسالتي. سلام عليكم، شكرا أستاذ رامي على صملتك في المقطع، مع السلامة.